مرحبا بكم في حلقة اليوم من احنا معك. احنا في فضاء المركز الثقافي ببير الأحجار. هوني يعرض سليم، شاب موهوب جاي من وذرف من ولاية قابس. خلينا نتعرف عليه اكثر. هذا المركز الثقافي بير الأحجار بنهج الباشا. اليوم عنا موعد مع رسام موهوب، هذه رسوماته. صباح، الحمد لله، عايشك سامي. باهي، احنا يعني فرحانين انك تكون معانا. بارك الله فيك. شكرا سليم. مشكور. مرحبا بيك سليم. مرحبا بيك يا حبيب، عايشك. دونك اليوم احنا في بير الأحجار، احلاه الكادر هذا، فما المعرض نتاع سليم. صح، نحب نحييك اللي انت مرافق ليه، وبيسير هذا الاب يخليك ديما حريص على انه يكون في احسن حال، وسورتو يوصل للغرام نتاعو والغرام هذا اللي يحب. اكيد. اي به تو من وذرف، من قابس. اي وذرف. به باش مغروم سليم، وكيفاش فقت بانه عنده الغرام هذا؟ واللي هو من اللي هو صغير، معنا فهمتني، هو من اللي صغير عنده حاجات في مخه، تلقاه يحب يعمل حاجه، يعمل كهرباء، يعمل طياره، يركب حاجات، فهمتني. من اللي صغير هو مغروم بالحاجات هذه، فهمتني. واحنا وفرت له برشا حاجات هيك، من كيف شفته معناها ماشي في الامور هذه. معناها الغرام كبر بعد شب شوي، كبر بعد بشوي بشوي يكبر، حتى مش ولي رسام بعد. ورسام هيك تشوف يعني معناها مشروع رسام باهي، لانه احساسه في اللوحات محلاه. سحبيب وسليم يرافق ولده في حلمه بالرسم. سليم 22 سنة، من ذوي الاحتياجات الخصوصية، فرحان بالمعرض متاعه. أعطيناه موعد باش نحكيه معاه على غرامه هذا. اليوم أنت كيفاش تراه، معناها اللي وصل له هدايا، فرحان، تقول نحبه يكبر، نحبه يتعرف، نحبه يطور هالمهارات هذه؟ أكيد بطبيعة، احنا تو قاعد معناها نشجع فيه، وقاعد نمشي معناها على أساس معناها حبينا معناها نشوفه الهواية نتاعه وين باش توصله معناها. في وذرف واخذية جوائز، فهمتني، ولا في المطويه وفي الحامه، فهمتني. وفما ناس اللي هما في الاختصاص اختصاصهم الرسم، معناها دكاتره ويقروا في البوزار. واحد كانت ربما الملاحظات، اي ملاحظاتهم كانوا معناها ناس شكروه برشا، معناتها قال لك انسان كان قرا في بوزار، معناها فهمتني. هو عمره ما تخلى المعهد بتاع فنون جميله، عمره ما تعلم فنون جميل، فهمتني. واحده حاجه تخلقت معاه معناها. برافو عليك سليم.
يعني احنا حابين نحييه سليم بارك الله فيك ونحييوك شي حبيب اللي انت تعمل في مجهود زاد ديما نحيي الوالدين اللي ديما يكونوا متابعين الغرام تاع الصغار هذا اكيد لانه ربما تكون مهنه سليم نهار اخر ان شاء الله ان شاء الله هو يحب يسافر يسافر يحب يسافر وين وين فرنسا فرنسا ولا المانيا هنا قال لك مشوار ضعيف شويه المسوار شوية شوية الفلوس شوية فلوس شوية ما يصورش ما يصورش ما عندهمش وإن شاء الله نشوفوه متألق إن شاء الله إن شاء الله شنو جبت لنا من جيبس وودرف شنو تحب تورينا؟ نحبك البدايات نتاعها تنجيبهم وحبيت نشوف اللي جابوا معاه سليم من وذرف من حاجات أعملها في السنين اللي فاتت هذي شنو؟ هذه البدايات نتاعهم. نشوفوا شوية. هذا وقت كنت صغير. كان صغير. كرهبة. كيما الروبو. جراندايزر هذا. جراندايزر. هكا ورد زاد من بالكاغت هكا. أي. هذا روبو اخر. دي ديتاي و اي شفت فريمون. برافو. برافو سليم، هذوما اللي صورتهم انت. قال لك برافو سليم. برافو. باه. باش نديلك هذايا. يعطيك الصحة. وفينا برسالة لسليم الجعفر القاسمي. سي حبيب هذيا التصوير هذيا زميلنا جعفر القاسمي هذه مع والدته يرحمها. الله يرحمها. علاه ما عطيتوها لهوش؟ والله بعثنا له انفيتاسيون وعلى اساس باش يجينا وخلينا نهارتها نعتذر عندي بوبليسيتي فريانه ما نجمش نجي اعذروني بارك الله. لازم يجي ياخذها. اي هو عمل معناها ديجا هو امي مع حتى مع سليم. فهمتي؟ قال له يرحم ميتك وبارك الله فيك. هو جاوبوه. اي جاوبوه. اي بون سي بيان انه خاطر يتفاعل مع الحاجات. لا تفاعل هو تفاعل معاه. باهي جعفر يجهز التابلو تاعك السيد سليم يقول لك يجهزه ان شاء الله بيان سور حاجه تسعده انه حد عمل لها البورتري المزيان هو ووالدته الله يرحمه. سليم مغروم برشا بالرسم. طريق خذاه وحده ومكمل فيه وما نجمو كان نحيوه على موهبته وتفانيه وأمله في مستقبل فني كيما يحلم هو. في حلقة الجمعة اللي فاتت كنا شفنا منير المغروم بفن العرائس ولكن احنا كنا حاضرين معاه في نهار خاص جدا. في الحلقة اللي فاتت كنا شفنا منير المغروم بفن العرائس. مو عديني عديني ماني ما يودي ما تعدينيش انا وجهي هذا ريتو ما نحبوش يضرب التلبس. عديلي لي ماريونيت نتاعي فهمت؟ انت كوزاره تهي بيا فهمت؟ راني نصنع لك في حاجه نتاع بلادك نتاع تونس فهمت؟ عاوني وريني قل لي كيفاش وكاهو فهمتني لا اكثر ولا اقل. اما هو ملخص الكلام نتاعي هذا كله هو غرام ما حبش يشوفه. في ايام كرتاج الفنون العرايس قاعد معناها نعم في العرايس نشوف الوليد قاعد يتبع فيا ايش بيك فهمني ولا باش فهم. قال لي يا راه باش نعمل عليك فيلم. والله انا ما تصورتش معناها عمل معايا انترفيو صغير وعمل فيلم تبارك الله عليه 25 دقيقة. في متابعة المنير عملنا موعد باش نتلقاو. اليوم نهار كبير بالنسبة لي. في مقر جمعية فن شارع في سوق البلاط حدث كبير يهم منير. اليوم يعرض قصي عياد فيلم وثائقي ب 25 دقيقة اسمه غرام ما حبش يوفق. الكلمة اللي قالها منير في الحلقة الجمعة اللي فاتت باش يوصل لنا اللي هو تعب من الغرام هذا أما ما ينجمش يبعد عليه. قبل 11 بشوية عديد المهتمين بفن العرايس والسينما والأصدقاء كانوا موجودين. صناعة الحلم وتو جونغ معناها والفن
ساعات تبدا تفرج في فيلم تقول كيفاش جاتو المخرج الفكره هذه ولا القصه كيفاش بناها وكل ما هي ساعات تبدا قدامك معناها وهذيك هو كيفاش جات معناها انا مشيت غطي في ايام قرطاج فنون العراس حبيت نكتشف فن الماريونيت خاطر ما كنتش نعرفه سي غراس على الفيلم عرفت لي صديقي منير عنده 33 زون في الدومين هذايا معناتها اللي هو فن يعني يجبد العبد معناتها هو يختارك وسألنا منير على الفيلم وشنو هو غير فيه الحاجة اللي بكتني فهمت السبب الرئيسي اللي لقيت إنسان مهتم بيك وعمل عليك فيلم كامل فمني أنا بيدي أقسمته بالله لأني مصدق روحي اللي أنا قلت الكلام هذاك في باليش معناه في بالي إنسان عمل معايا انتريفيو ومشيت على روحي فهمت قصي كان في تغطية المهرجان فن العرايس وفما حاجة شدت اهتمامه وصارت لقطة معناه أنا نصور في الناس الكل العرايسين الكل جت الكاميرا على منير وقتها أول مرة ريته معناه والفاسون اللي يلعب بها جبدتني برشا حسيت اللي بالحق فما غرام معناها ويلعب بحب فما مش جوست يحرك معناها فهمت بعد منير يخرج من الكورتيج هذاك ويمشي للسيركولاسيون ويقعد يلعب مع العبيد بالكراهب معناها يشد لي ماريونيت وقدم الكراهب وكل العبيد الفرحة معناها نراوها معناها في الفيديو العبيد بالحق كانت في السيركولاسيون في الدولة تضحك لأنه وقت اللي ثبت الشتاء ظهرت المهرجان الناس كلها خبت العرايس متاعها أنا ليه؟ أنا فما تاكسي متعدي نحب نشوفها فما كرهبة أخرى متعدية فيها ولد صغير ولا كذا فمني يحب يشوفها تعدى فك الوقت هذاك فك الوقت بتاع الشتاء هذاك أنا حبيت نوريها له فهمت هذا هو الهدف متاعي هذاك علاش هو فهمتي ولا اختارني أنا وكذا وأنا وقت اللي عملت التصرفات هذيك العادية فهمتني باش قصي ينتبه لي راني ما عملتهاش معناها تمثيل باش الصحابي هذيك ينتبه لي انا عملت هذيك سبونتاني فن العرائس رغم عراقته الا انه التعريف به يقعد نقص الفن ما عندناش عليه فكره كبيره برشا ياسر ياسر حطه في صوره ياسر مزيانه سورتو اللي منير موهوب برشا هو فن معناها يديجاجي دي سنتيمون دي سوجي تري امبورطون دونك فيلم ياسر تحفون فما برشا انغراتيتود معناها قلت نعم معروف نوعا ما للفن هذايا خاطر كلنا واحنا صغار تفرجنا في عرائس تفرجنا في صور متحركة مصنوعة أترافير معناها عرائس فهمتني وبعض العبيد هذوما كي كبروا ولاو يحتقروا الفن هذايا يعني كان يكملوا هكي بعد 10 سنين معناها الفن هذايا نجم يختفي وبدأ تقديم العرض بون عبير المدخيس السيريموني هذايا مرحبا بكم مش نقول في الفيلم اما في الحلمه بتاع قصي خاطر انا نعرف قديش تعب عليها وقديش هي بالنسبه لي تمثل حلمه مش جوست فيلم اعمل له الاخراج بتاعه وكهو حبا كيف حبا نسيت ما قلتكمش على عودي قلت لكم اسمي واللقب منير الفيلم كي العنوان نتاعو غرامه ما فيهش هو بالحق غرامه ما فيهش تو سامبلومون خاطر العين اللي مشى لها قصي هي شخصيه منير اللي ما فماش منها برشا في تونس فما كعبتين وثلاثه كي منير ومنير في حد ذاته خاطر يخدم من روحه يصنع الماريونيت بيدو معناه كي يحب حاجه يعملها يعملها لهنا فما بوان كومون بين منير وبين قصي اللي منير كي يحب يعمل ماريونيت فينالمون عملها وخذها جايزه به قصي حب يعمل فيلم صحيح كورميتراج وكل شيء ما يعمل فيلم وعمل في افون بريمير وان شاء الله مازال فما عروض باش يعمل تور به دونك ان شاء الله يعجبكم الفيلم برافو قصي واللي ديما اللي تحب عليه توصل وهذا اللي يعجبني فيك ميرسي بوكو يعيشك هذه حاجه تنفعني انا بيرسونيل مو تنفع برشا دي جون وبرشا عبيد في الدنيا هذه اللي تحب حاجه تعملها تحب تعملها أنا مدين الشخص هذا من جانب من حلمة متاعي وبالنسبة لي أنا فرحان برشا لي أنا حققت
حلم نتاع انسان معناها تاع 33 سنه غرام. قصي خرج لي دمعتي اليوم، مسني مسني الداخل، خاطر الفن ذي عنده قيمه كبيره في حياتنا. انت كنت من احسن من احسن من احسن الحاجات اللي تعديوا في حياتي، خاطر انت وقت اللي تقول قصي انا عيني تغلب بدموع، لان قصي معناها حسسني اللي فما شكون مهتم بيك. عرض اليوم باش يقعد منير يتذكر ديما. الفيلم حقق حلم قصي ومنير في نفس الوقت، كل واحد على طريقته. الفيلم زادة باش يخلد غرامه اللي ماهوش باش يوفى. يا معبد بيني بسينك، عشقي قلبي وبينك بيني وبينك بيني وبينك، اي 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 يا معبد بيني بسينك.